شبكة قمم إعلامية تقدم أمين. نسور طارت بهم الخيل، متعك الله بهم ومتع الناس بولايتك لهم. حتى تستقيم الولاية يا ابن زنباع، ما تزال تأتي وتروح كالرمال المتحركة. ولكن الذي يزأر لها عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وخصورة قريش وخطيبها وفارسها. وماذا تركت لأبي خبيب في الحجاز ومصعب بن الزبير في العراق؟ في بداية عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كانت الخلافات السياسية تعصف بالأمة الإسلامية، فالفرقاء كثر وكل منهم يرى نفسه الأحق بالخلافة من غيره. ففي الحجاز كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو الخليفة، وكان أخوه مصعب أميرا على العراق من قبله. وفي الشام كان عبد الملك بن مروان هو الخليفة، وينازعه في الأمر عمرو بن سعيد. وكان عبد الملك يريد القضاء على هذه الفرقة وتوحيد الأمة كلها لتكون دولة الإسلام قوية مهابة الجانب، فينطلق المسلمون مجاهدين في سبيل الله رافعين راية التوحيد مبلغين دعوة الإسلام للعالمين. وكان لعبد الملك ابن مروان عدة أبناء فرسان شجعان، كان يعدهم لحمل أمانة ثقيلة من بعده. كان أبرزهم وأكثرهم شجاعة مسلمة بن عبد الملك الفارس الشجاع الورع التقي، لكنه كان ابن أمة، وتلك هي خرافة بني أمية التي تسببت في الكثير من مشاكل ولاية العهد وقوضت الخلافة الأموية في النهاية. أهلا بفرسان بني أمية. أهلا بأبنائي. الوليد هو السابق، هو السابق دائما علينا حتى في قدومه إلى الحياة. ما كان بيني وبين الوليد إلا رأس فرس، ولولا ولاية العهد لكنت ماذا يا سليمان؟ لكنا معا يا أخي. وأنت يا مسلمة؟ أنا يا أمير المؤمنين سبقت إذ سبق إخواني، وفزت إذ فرح أمير المؤمنين. هكذا إذن، ألم تسمعوا ما قاله الشاعر؟ نسمعه منك يا أمير المؤمنين. ألم أنهكم أن تحملوا هجناءكم على خيلكم يوم الرهان فتدركوا؟ ألا يستوي المرآن، هذا ابن حرة وذاك ابن أخرى، ظهرها متشرك وتضعف عضداه ويقصر صوته وتقصر رجلاه فلا يتحرك، وأدركنه خالاته فنزعنه، ألا إن عرق السوء لا بد يدرك. هذا ما قاله عبد بن مبردة العبدي، لكن حاتم الطائي قال غير ذلك. وماذا قال حاتم؟ وما زوجونا طائعين بناتهم، ولكن خطبناها بأسيافنا قصرا، فما زادها فينا السباء مذلة،
ولا كلفت خبزا ولا طحنت قدرة، ولكن خلطناها بخير نسائنا فجاءت بهم بيضا وجوههم زهرة، وكائن فينا من ابن سبية إذا لقي الأبطال يطعنهم شذرة، ويأخذ رايات الطعان بكفه فيردها بيضا ويصدرها حمرة، أغر إذا اغبر اللثام رأيته إذا ما سرى ليل الدجى قمرا بدرا. الله أكبر! كأنما ألقمه مسلمة حجر، يا لك من فتى، وما زادها فينا السباء مذلة. أراد أخي أن يزرع نصلا في كبد ولده فارتد له نصله، حتى مع ولدك يا عبد الملك كلنا من نسل مروان، أتفخر عين على عين؟ من أخطر المشاكل التي واجهت الخلافة الأموية وساهمت في تقويضها مشكلة أبناء الإماء، فابن الخليفة كان لا يبايع بولاية العهد إن كانت أمه أمة، حتى لو كان من أنجب الأبناء وأكبرهم وأكثرهم شجاعة وذكاء. وقد أدت هذه المشكلة ضمن عوامل أخرى إلى صراع بني أمية على السلطة والحكم، إضافة للصراعات الأخرى والتهديدات الداخلية والخارجية التي كانت تحدق بالخلافة الأموية من كل جانب. لقد لمست تعبك أثناء خروجك من قسطاط الأمير، وكيف لا أتعب ونحن على ما نحن فيه؟ عساه خيرا. ومن أين يأتي الخير والأمة متشتتة والصراعات تكبر من حولنا؟ عبد الله بن الزبير في مكة وقد بايعه الناس أميرا للمؤمنين، ومصعب بن الزبير في الكوفة وصراعه متستر تحت رماد الفتنة مع المختار الثقفي، وعمرو بن سعيد في دمشق يضمر ما يضمر ويتحين الفرص. عمرو بن سعيد؟ أتظن أنه؟ لا أظن، بل أكاد أراه وأسمعه منذ اتفاق الجابية الذي نص على أن تكون ولاية العهد بعد جدي مروان لخالد بن يزيد ومن بعده عمرو بن سعيد. لكن جدك نقض الاتفاق على قاعدة أنه اتفاق ضرورة، وكان من حقه أن يسلم راية بني أمية إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. هذا ما تراه أنت، ولكن هنالك من يرى غير ذلك، وبخاصة من لهم مصلحة. إنها شهوة الملك يا صديقي، شهوة الملك يا عبد الله. على أي حال ليس هذا فقط ما يقلقني أو يتعبني. كم من بدر اكتمل وأنت بعيد؟ لا، ولا هذه أيضا. أهناك ما هو أكثر حرقة للقلب؟ بينما يتناحر أبناء الأمة الواحدة والدين الواحد، هناك عدو حقيقي يجثم متربصا على تخومنا، يفرح لصراعاتنا ويتحين الفرص للانقضاض علينا وافتراسنا. أين الأشدق؟ لم أره اليوم. أين عمرو بن سعيد؟ لا أدري يا أمير المؤمنين. ألست صاحب شرطتي؟ أيختفي من معسكري ولا تنتبهون؟ ربما ذهب لبعض شأنه، وربما عاد أدراجه إلى دمشق. ماذا قلت يا مسلمة؟ قلت ربما يا أمير المؤمنين. ألك علم بذلك؟ لا، ولكن ماذا؟ إن لم يكن فرسانه هنا فهو في دمشق. ويفعل ماذا في دمشق؟ ماذا في دمشق يا مسلمة؟ الخلافة يا أمير المؤمنين. تغدر بي يا ابن سعيد؟ رويدا يا أمير المؤمنين، لعل طارئا طرأ له. يطرأ له ولا يخبرني؟ ويسير معي إلى العراق لانتزاعها من مصعب بن الزبير؟ ماذا تقول يا مسلمة؟ قلت يا أمير المؤمنين عاد إلى كرسي الخلافة. إلى دمشق؟ أتأذن لي؟ قل يا مسلمة.
أرى أن الأمر يخصنا نحن بني مروان، فلنعد ولندع الجيش حتى ينجلي هذا الأمر. ولماذا لا يذهب جيشنا معنا؟ إن كان ثم تغدر فدمشق حصينة، وإن لم يكن فلا نرد على أهل دمشق بالجيش. إنه أمر للعقل فيه كلمة. هيئوا كتيبة من الفرسان وليتبعني بني وروح بن زنباع. لبيك يا أمير المؤمنين. كن وراء أبيك يا مسلمة. لبيك يا أمير المؤمنين. نعوذ بالله من شر الفتنة. يا مرحبا بابن الخلفاء، يا مرحبا بولي عهدي. ما هكذا كان في الجابية يا أبا سعيد؟ كان اتفاق ضرورة وهقد أخذتها بالسيف. بل بالحيلة، تركت عبد الملك وعدت إلى دمشق وامتنعت بها. غدر بغدر، أخرجنا مروان من ولاية عهده وأعطاها لولديه، وها نحن نستعيدها. أنت لا تعرف عبد الملك. ألي عمرو بن سعيد يقال ذلك؟ تالله لو كنت نائما في فراشي ما تجرأ أن يوقظني. أنت لا تعرف عبد الملك إذن؟ بل أعرفه، أعرفه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهل آلت إليك؟ بل عادت لي ولك كما كانت وكما يجب أن تكون. آمل ألا تراق حولها الدماء وألا تزال الرؤوس والمعاصم. سيفي على عاتقي ولساني في فمي وأنا الأشدق، فإن أرادوها حربا لأعيدنها جزعة تأخذهم بالنواصي، وإن أرادوا السلم فأنا والله أمير الكلام. أيها الحرس، أنا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، افتحوا الأبواب. افتحوا الأبواب لأمير المؤمنين ويعكم. عبد الملك بن مروان على أبواب دمشق ينادي طالبا دخولها. يا له من يوم، لقد انقلب السحر على الساحر. مهلا يا أبا سعيد، إن من يناديك على أبواب دمشق ليس بالنكرة، وإني لا أخشى أن يأخذك تيهك وكبرياؤك إلى قبضة عبد الملك، فاسمع لما يقول. قولوا لابن عمي الأمير عمرو بن سعيد، أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يريد محادثتك، ولن يكون إلا ما تحب. أو يا أمير المؤمنين. ماذا يا مسلمة؟ إننا نساومه وهو في موقع القوة ونحن على الباب. ماذا ترى يا مسلمة؟ لندع أو يكن خطابك له رحيما لينا. لن نعطي الدنية في ملكنا فيطمع فينا الناس. ملك مصفد أمام الأسوار، لا باب له ليدخل ولا فضاء له ليخرج إليه. قولوا لأبي سعيد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يريده، ولن يكون إلا ما تريد. تجنبوا الدماء، فاليمانية في الشام لن تتذابح من أجلكم. يكفي ما جرى في مرج راهط. لئن ظفرت بك يا أشدق بن العاص لا جعلت لك عبرة لما يعتبر. Thank you.
هذا يا عبد الملك. عجبا يا ابن عمي، عجبا. تتجه الى العراق لمقاتلة ابن الزبير، فتتجه بفرسانك تحت ستر الليل الى دمشق. لعلك وجدت علي، بل انني لم اجد تفسيرا لما جرى. اياك تفسير ما جرى وانت عبد الملك؟ اتجهل ام تتجاهل يا ابن عمي؟ انت تكلم امير المؤمنين ايها الامير. وقد كنت ولي عهد ابيه. وما تزال؟ لا، ما هكذا اتفقنا في الجابية. أراك استعجلت أيها الأمير وتجاوزت خالد بن يزيد. فلتعد إذن كما كانت لخالد بن يزيد. أنت تخاتلني يا عبد الملك، تريد أن تقع بيني وبينه؟ لو كان خالد في سن متقدمة بعد موت أبيه وأخيه معاوية لما خرجت من يده، ولا ارتفعت عشرات آلاف السيوف تحت راية حفيد معاوية. سيوف بني كلب معي، وسيوف أهل العراق والحجاز علي وعليك. فإذا انقسمت السيوف والرايات بيننا، صرنا مداسا لخيول ابن الزبير في العراق والحجاز. دعني من ذلك يا عبد الملك إلى ما يعنينا الآن. أين خالد بن يزيد؟ ولم تريد خالدا؟ ليكون رسولا بيننا. أتأخذ حقه وتجعله وسيطا؟ يا لك يا عبد الملك، أرسل من قبلك. لا بأس، هذا روح بن زنباع الجذامي رسولي إليك. روح وحده؟ كما تشاء. أدخلوا روح بن زنباع الجذامي. لقد غدروا بي وها أنا أستعيد حقي. اهدى يا أبا سعيد، إن لعبد الملك في عنقك بيعة. بيعة ضرورة، أنا في حل منها. ألم يتحلل أبوه من بيعتنا؟ ما جرى في الجابية ملزم لكل أطرافه. أليست سيوف أخوال بني كلب هي التي وضعت مروان على كرسي الخلافة؟ ألم يبايع الأمراء وقادة الجند بن الزبير؟ ما عدا خالي حسان بن بحدل الكلبي، ولولاه لما كان لبني مروان فيها نافخ نار. بل كان مروان بن الحكم ذاهبا إلى مكة ليبايع ابن الزبير. ليته فعل. وتخرج من بيت أبيك وبني عمك؟ أفضل من أن تبقى حاملة أحقادها وأطماعها ودماءها. هل يأذن لي أبا سعيد بالحديث معه منفردا؟ أهي دون خالد؟ ليس من دونه شيء، لكنني أود الحديث منفردا بك. ائذنوا لي. الأمر لك. ما لك يا أبا سعيد؟ هل تدع كبرك يضيعها عليك مرة أخرى؟ أتهددني يا روح؟ بل أنبهك يا عمرو، ماذا لو جاءت جذام وقبائل الشام وحاصرتك هنا في دمشق ودخلت عليك دورك؟ طالت المفاوضات بينهما، أظن أن عمر سيركب رأسه. لو كان الأمر بيدي لاقتحمت عليه داره وأخذته بالسيف. إنه خصوم في دمشق، ولنا حلفاؤنا من أبناء قبائل الشام. أتمنى أن يتم الأمر على خير. ماذا ترى يا مسلمة؟ أندخل دمشق اليوم سلما؟ لولا هذا لما اقترحته عليك يا أمير المؤمنين، وأقترح أيضا أن توثق له ولاية العهد، وحينها لا مفر له من القبول. سأوثق له.
اكتب له بأمانة وولاية العهد وابعث العهد في الحال لروح ابن زنبع. أبي، إنها سياسة الملك والخلافة يا بني، لا تخف على أبي، فأنا عبد الملك ابن مروان. نحن الآن في غوطة دمشق، نستقبل فجرا جديدا، وقبل أن تغيب شمس هذا النهار سنكون في دار الإمارة بدمشق. اكتب له يا مسلمة. لبيك يا أبي. وبعد أن يتحقق ما نويت عليه سأتفرغ لأبناء الزبير في مكة والكوفة. والروم يا أمير المؤمنين؟ الروم سأراوغهم وأماطلهم لأبقيهم خارج الصراع حتى أستكمل توحيد الأمة. ما تقول الآن يا عمرو وقد أوثق لك؟ وهل أثق بعبد الملك بعد كل ما جرى؟ النائم مع الشك كالنائم على فراش من الشوك. عفى الله عما مضى وليدخل دمشق سالما مسالما. الأمير خالد، مرحبا بابن عمنا. الحمد لله الذي انتهت هذه الغمة على خير يا أمير المؤمنين. حق لأبي سعيد، ما كنا من حرمناه إياه وأعدناه إليه. وماذا عن حقي يا أمير المؤمنين؟ ألم أكن ولي عهد مروان وبعد عمرو بن سعيد؟ بلى يا ابن عمي بلى، لكن عمرو بن سعيد غصبك هذا الحق إذ قبل بولاية العهد دونك. هذه تبقى بينكم. هكذا إذن، استودعك الله يا أمير المؤمنين. في أمان الله يا خالد. والآن يا وليد اذهب أنت إلى عمرو بن سعيد. مالي وله بعد عن اذهب إليه ومارس معه فتنة الحكم والحكام. إني أعدك لما هو أكبر وأهم. إذا فأمير المؤمنين يرى البعيد بنفس الوضوح الذي يرى به القريب. أين مسلمة؟ لن يكون لك إلا ما تحب. وأمير المؤمنين أخوي، إنه ليس من المعقول أن يكون ولي العهد مباعدا لأمير المؤمنين لا يزوره ولا يراه. اسمع يا ابن عبد الملك، لا يخاتلني أبوك، والله إني لا أعرف أنه ليس لي عنده إلا حد السيف، لكن عمرو بن سعيد لا يقعقع له بالشنان، وهؤلاء الفرسان لا يبرحون، يسيرون أنا سرت وينحازون أنا انحزت، فإن كان ولا بد فهم معي. يا أبا سعيد، إننا رحيم وليس منا من يقطع الرحم، ولكنك بهذا تطمع بين الطامعين وهم كثر. أشهدتك الله ألا تقطع الرحم. ماذا قلت يا أبا سعيد؟ قل لأبيك أني سأزوره غدا ومعي الفرسان. لن يكون لك إلا ما تحب، فأنت وفرسانك. هذا من عندك أم من عند أبيك؟ بل من عندي أبي أمير المؤمنين عبد الملك. أسدان في قفص بمكان ضنك ضيق. لا
مكان في الدنيا أحب إلي من دمشق وغلطتها هذه. لا مكان ولا إنسان. لاحظت ليلة أمس أن البدر قارب على الاكتمال، وهناك نخلة تنتظر. المسافة بعيدة والوقت ضيق والقلب يحترق يا عبد الله. لا تذكرني يا صديقي. وهل أنت بحاجة لمن يذكرك؟ لا والله. نشب قتال في الكوفة بين قوات مصعب بن الزبير وابراهيم بن الأشتر وقوات المختار الثقفي وما الذي يروعك؟ سيقضي أحدهما على الآخر ونتفرغ نحن لمن يبقى منهما. البشر هم البشر في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، وعندما تتمكن شهوة الملك وحب السلطة من القلوب تؤجج نيران الفتن وتسعر الحروب والصراعات وتولف القتل والخراب والدمار. وهذا هو ما حدث في الكوفة وأدى إلى مقتل المختار الثقفي وأجج نار الفرقة والثورة في العراق. ما هي أخبار عمرو بن سعيد؟ أزوره وأجامله كما أمرت يا أبي، وقد خرج من هنا بعد زيارته لك أكثر اطمئنانا كما بدا لي، لكنني لاحظت كثرة تحرك فرسانه داخل دمشق وخارجها. أنت يا سليمان. ماذا يا أبي؟ ماذا لديك من أخبار؟ لم تكلفني بشيء يا أبي. وهل كنت تنتظر من يكلفك وأنت ابن أمير المؤمنين؟ أنا رهن أوامرك وتوجيهاتك يا أمير المؤمنين. أين أنت يا رجل؟ مللت من البحث والسؤال عنك. أنا بين يدي أمير المؤمنين ولكن يداي فارغتان. كنت أتلقى الأخبار وربما أكون قد أتيتك بأهمها. اجلس وهاتها هناك قرب مسلمة. إني أسمعك. مصعب بن الزبير. وماذا عن فتى قريش؟ قتل المختار الثقفي. إنه يفسد أمره بيديه، هاهم يقتلون بعضهم بعضا لكن جميعهم يتفقون ضدك. هذا ليس بجديد، ولكن آن الأوان للانقباض عليهم واقتلاع هذه الأشواك. كان الخليفة عبد الملك بن مروان يريد توحيد أمة الإسلام، وكانت نفسه تتوق للجهاد والفتوحات ونشر دعوة الإسلام ورفع راية التوحيد، لكن كل ذلك يحتاج إلى دولة قوية موحدة تكرس جهودها في الجهاد والدعوة. اضطراب شديد، وإنها للحظة مناسبة للانقضاض عليهم، فما تقول أنت قائد جيش الثغور بمواجهتهم؟ صدقت يا مولاي، العرب في اضطراب شديد وسلطانهم ممزق وهم في حالة لا يحسدون عليها. قل لي ليون، أتعرف بيوتاتهم ومن منهم صاحب الأمر ولمن سيخلص الملك فيهم؟ يا مولاي،
إن ميزان العرب مضطرب أشد الاضطراب الآن. كل يوم يميل لأحدهم، مرة في الشام وأخرى في الحجاز وثالثة في العراق. والفرس، لما لا يتحرك الفرس؟ لقد قاتلناهم قرونا عديدة دون أن ننال منهم، ثم يأتي العرب وبلحظة يزيلون ملكهم العظيم كأنه لم يكن. لن يطول الأمد بالعرب حتى يخلص الملك لأحدهم، وكائنا من يكون سيكون عدونا. فما تقول؟ أقول يا مولاي نبادرهم قبل أن تصطلح أمورهم. ربما نستطيع استرداد ما فقدناه في الشام ومصر وبعض إفريقيا. وأنا أيضا سأفكر وأعلمكم بقراري. أنا أفهم وجهة نظري وأحترمها، وأتمنى أن يسمع وجهة نظري ولو لمرة واحدة ويفكر بها. وهل تظن أن أمير المؤمنين لم يفهم وجهة نظري ولم يفكر بها؟ لم يدعني أوضح. ألا تعتقد أنه استوعبها؟ أنت متفق معه إذا؟ أنا فارس أقاتل تحت رايته، وصديق لك لا يتخلى عنك أبدا. هيا بنا، لقد أرهقني هذا الأمر. وليس لإرهاقك من علاج إلا نخلة في تمام البدر. يا عبد الله، أتظن أن هذا الأمر يغيب عن خاطري وأحتاج لمن يذكرني به؟ لا، ولكنني أحضك عليه. أطلب من أمير المؤمنين عدة أيام للراحة واذهب. عدة أيام؟ أليس من حقك؟ اذهب، فأما تعود مرتاحا متألقا أو تصبغ البدر بدم فارس مرواني. الأمر لا يحتمل العبث يا عبد الله. وأنا لا أعبث يا أميري. لقد فكرت وخططت وسأطلعكم على ما توصلت إليه. من هنا سينطلق الجراجمة ومعهم الجند والمرتزقة الصقالبة الذين سنرسلهم إلى مدن وسط سوريا، حما، حمص، شيزر. وهنا سوف ترسو سفننا ليلا لإنزال جندنا الذين سيخترقون هذه الجبال حتى يفاجئوا دمشق ويركبوا أسوارها. وعبر هذه الثغور ستنطلق يا بطريق الأناضول وإيزوريا لاستعادة المدن والحصون التي استولى عليها العرب في عهود ملوكهم. أما أنا فسأقود الجيوش بنفسي مخترقا هذه السهول عبر تربة قنسرين. سنطبق عليهم من كل فج.